أمي بمعرة عمان، وما زال ينقل الأخبار والحقائق من الداخل حتى اغتالته يد النظام. في التقرير التالي تفاصيل أكثر عن مسيرة هذا البطل. عرة النعمان وتقدر بصمته جيدا. إنه الشهيد أدهم بيطار الذي أسس مكتبها الإعلامي ونقل للعالم صورة ثورتها وصوت شعبها. كانت خبرته في استخدام أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لتبقي مدينته في موقع مميز على خارطة ثورة سوريا، إبان محاولة النظام كتم صوتها عن طريق قطع الاتصالات عنها. لذلك ربما أزعج أدهم جيش النظام كثيرا، حتى سخر الأخير مقاتلة ميغ أصابته بمقتل أثناء قصفها لمدينة المعرة في مثل هذا اليوم من العام الماضي، ليترجل أدهم ويترك لرفاقه متابعة المسيرة. كنا عايشين أنا وأدهم، نزل صاروخ من طيارة حربية، اتصاب بشظية بقلبه أدت لاستشهاده فورا. حاولت أسعفه بس ما لحقت لأن كنت متصاب جنبه. غير أن الأخطار التي أضحت تواجه الإعلاميين في إدلب كثيرة جدا لم تعد تقتصر على تهديد قوات النظام فقط، وهم أضعف خلق الثورة بكاميراتهم وأقواها بجرأتهم وقدرتهم على نقل ما يجري للعالم كله، وقد شهد لهم بتميزهم حين انتقلوا من ناشطين عاديين إلى صحفيين محترفين يقولون الحقيقة مهما كان ثمن النطق بها أو خالفت آراء الكتائب المقاتلة على أرض الثورة. السلاح الوحيد بإيد الإعلام هي الكاميرا، وأي شيء بدي ينشره الإعلام بخاف أنه يتهدد أو حدا يوقف بضربه، فلذلك بندعو كافة المجاهدين في سوريا أنه يوقفوا بصف الإعلاميين ويحموهم لينقلوا الصورة الصح والواقعية اللي عم تصير بسوريا. لذلك عمد الإعلاميون في إدلب إلى إطلاق مشروع اتحاد يضمهم ويطالب الجيش الحر بالتوقيع على ميثاق شرف يتعهد بحمايتهم والدفاع عنهم، ويعمل أيضا على تطوير أدائهم ليكون أكثر استقلالية واحترافية، ويطمحون للتواصل مع منظمات دولية تدعمهم وتشد على أيديهم حتى يكون واقع ومستقبل الصحافة مشرقا في عموم سوريا. إلى